واقع جديد ايضا تتعامل معه الشركات هو ضعف الدولار في الفتره الاخيره. معنا في الاستوديو رائد الخضر رئيس قسم الابحاث لدى شركه اكويتي جروب. اهلا وسهلا بك. لنتحدث عن هذا الضعف القوي بالدولار، الكثير من العوامل تؤثر امريكيا ولكن ايضا قوه اليورو والاسترليني وغيرها من العملات القياديه، ما هو رايك؟ بلا شك الدولار الأمريكي الذي قاد مسيرة تراجعات وانخفاض خلال العام الماضي، خلال تعاملات الشهر الأول من هذا العام كان الضغط أو الانخفاض أو حدة الانخفاض أكبر بكثير، معطية علامات على أن الدولار الأمريكي باتجاه مزيد من التراجعات، باتجاه مزيد من الانخفاض، والعوامل كثيرة حقيقة. أبرز هذه العوامل لضعف الدولار الأمريكي الانقسام الموجود داخل السياسة أو صناع السياسة المالية في الولايات المتحدة الأمريكية، وصعوبة خروج القرارات بسلاسة من إدارة ترامب وتمرير القرارات بسهولة. نضيف إلى ذلك التشكيك بمستويات التضخم من قبل الفدرال الأمريكي، وهذه يعني التردد في عملية رفع أسعار الفائدة على الرغم من أنه رفعها، إلا أن الآفاق فيما يتعلق بمستويات التضخم لا تزال نوعا ما بعيدة عن المستهدفات. تم التأكيد بأنه باول سيكون من بعد يلن. تمام. هل هناك أي تغيير على مستوى السياسة النقدية ولا لا؟ نمضي قدما على رفع السياسة النقدية تستمر كما هي من قبل الفدرال الأمريكي، وهي إمكانية الرفع 3 مرات هذا العام، لكن الأسواق تقيم مرتين فقط حاليا أن يكون هناك رفع في هذا العام. ماذا عن اليورو؟ اليورو الآن عند أعلى مستويات في 3 أعوام وعندنا اجتماع الإي سي بي، ماذا نتوقع يوم غد؟ مهم جدا أن ننتظر أي تلميحات من خلال الخطاب أو من خلال بيان السياسة النقدية أن يكون هناك يعني تفاؤل بالمرحلة القادمة، إمكانية ارتفاع مستويات النمو ومستويات التضخم على وجه التحديد، أي تلميح فيما يتعلق بسهولة التخلص من برنامج التيسير النقدي في الفترة القادمة، خصوصا أنه سمعنا بعض الأصداء عن هذا الموضوع. بلا شك سوف تدعم اليورو بشكل كبير بمزيد من الارتفاع. طب رأيت كيف نسمع عن هذه الأصداء وبنفس الوقت التضخم مازال بعيد جدا عن المستويات المستهدفة؟ في تحسن، نحن رأينا بعض البيانات الاقتصادية الأوروبية التي أظهرت تحسنا وآفاق إيجابية للفترة القادمة، لم تصل إلى المستهدفات بعد، لكن يعني كنا بمستويات تضخم عند 0.1 تقريبا، والآن يعني ارتفعنا بشكل أكبر بكثير ونقترب من تحقيق المستهدفات يعني على المدى المتوسط إلى الطويل. لكن البرنامج التيسير الأوروبي ضخم جدا وكان من المتوقع أن يعطي نتائج أكبر بكثير خلال فترة أقصر، وهذا هو يعني الأكثر ترجيحا، أن لا يكون هناك تمديد كبير لهذا البرنامج وأن يتم التخلص منه في وقت قريب، بالتالي سوف يكون هناك دعم لليورو بالاتجاه الصاعد، ولعل مستويات اليورو مناسبة عند مستويات 1.22 إلى 24 تقريبا للسياسات النقدية والسياسات المالية داخل المركز الأوروبي. إلى أين نتوقع أن يتجه اليورو بعد الخميس؟ يعني نحن الآن تجاوزنا مستويات 1.23، أي إيجابية لليورو ممكن تدفعنا إلى المستويات أعلى عند 24.50 وصولا إلى مستويات 1.25، وهنا أعتقد أنه راح يكون مقاومة قوية بعض الشيء لزوج اليورو دولار أمريكي. رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث لدى شركة أكويتي جروب، شكرا جزيلا لك. Thank you.